واللي استقبل الناس في اسطنبول واللي فتح القنوات اللي بتسمى بقنوات الشرعية. الرسالة دي مش لأي متخلف عقليا موجود عندي هيطلع يتفلسف أو بيشوفني ويقول لي ما تشقش الصف ملعون أبو الصف. قلناها مليون ألف مرة. خلاص اللي موجود دلوقتي حرب، حرب بمعنى الكلمة. لابد ان احنا نطهر نفسنا عشان نقدر نطهر الآخرين. وزي ما قال ياسر العمدة، في 10 ياسر العمدة في 10 دول في العالم، محدش فينا هيسكت. الفضايح هتنتشر وهنتكلم عن كل كلب. كل كلب خان، كل كلب خان، سواء كان تبع العسكر او تبع قيادات الإخوان العافنة. مع احترامي انا قلتها مليون مرة، قيادات الإخوان هي الحقيقية اللي في السجون. اي حد بره فهو متسول بيزنس مان. وروحوا بص عليهم في اسطنبول وشوفوا مشاريعهم وشوفوا عيشتهم وشوفوا عربياتهم اللي راكبينها. انت عميل وشريك في وسط، ودورك جاي، دورك جاي يا محمد يا ناصر. انت ومعتز مطر، احنا جايبينكم بالدور كده، جايبينها لكم كده بالدور، جايبينها من الصغير للكبير. ايه اللي انت عملته للثورة؟ ايه اللي فادنا؟ ايه اللي فاد الثورة؟ بتشتموا في السيسي؟ السيسي ما بيطلعش يشتم في حد. السيسي فشيخكم كلكم، ما بيطلعش يشتم في حد. معاك 3 قنوات ولا 4 قنوات موجودة، ومعاك دعم من قطر، ومعاك دعم من اسطنبول كاملا قلبا وقالبا، ومفتوح لك البلد، ومفتوح لك فضائياتها وقنواتها. محتاج ايه تاني؟ محتاج ايه تاني عشان تتكلم وتدعو لثورة؟ محتاج ايه تاني عشان تحرك الشعب؟ ايه تاني يا محمد يا ناصر انت ومعتز مطر؟ عشان المعرصين اللي ممكن تسيب له الدين ما يزعلش، بس تجيب سيرة محمد ناصر ومعتز مطر يبقى انت بارق، يبقى انت بتشق الصف، يبقى انت عاوز، يبقى انت لا مشكوك فيك، لازم ندور ونشوف وراك ايه. هو وعزمي، عزمي بشارة، ادي الاشكال اللي بتتحكم في الاعلام. وفي ناس، في صحفي كان بيبيع، اتصور وتحط على النت وتشير، واحد صوره وهو بيبيع شرابات في اسطنبول، بيبيع شرابات عشان من اجل القضية، عشان بيدافع وقال كلمة حق عن المظلومين، دفاعا عن المظلومين. واحد عامل شركة ب 210 مليون جنيه مصري، 30 مليون دولار، والتاني بيبيع شرابات في اسطنبول. التاني بيبيع شرابات علشان يجيب اكل عيشه، عشان ياكل ويشرب. قبل ما نتكلم في اي حاجة، انا عندي رسالة صغيرة جدا. العبد الفقير لله لا بيخاف ولا بيتهدد. ومن الاخر، انا لو حصل لي حاجة، في 10 ياسر العمدة معاهم 10 نسخ من اللي معايا، هتلاقوهم في 10 دول. فياريت ما تتعبوش نفسكم في التفكير في حاجة عبيطة، علشان في الاخر هترد في وشكم كلكم. خلاص نبدأ بقى ونعرف ايه الحكاية. من اكتر من 5 سنين واحنا كلنا بنسأل نفسنا وبنسأل اللي حوالينا، ليه بعد ما كنا بالملايين في الشوارع وكانت الثورة قادرة انها تقتلع نظام السيسي وعصابة العسكر، اتحولنا احنا لمجموعة عجزة ومش قادرين نعمل حاجة، والنهاردة ما بقيناش قادرين حتى نخرج الشارع بثلاث اربع انفار. ليه؟ اكيد الكلام ده مش طبيعي. سألنا نفسنا وكلنا عارفين الاجابة، مش طبيعي، في حاجة غلط. لان كلنا كنا بنتكلم خلال السنين اللي فاتت، واعتقد انتوا سمعتوني كتير بتكلم على الموضوع ده تحديدا، بتكلم على الناس اللي ضرتنا ولابسه ثوب الثوره وثوب الوطنيه. والشخصيات دي كالتالي، منهم 3 انا اعرفهم كويس. اخونا اسلام لطفي، ده كان رئيس حزب التيار المصري، وبعديها مسك قناه العرب الجديد في لندن. والاخ احمد زينهم حسن علي، او ما يطلق عليه هنا في اسطنبول احمد زين، واخوه اسامه اللي هو نفسه صاحب استوديو مصر في اسطنبول، واللي هو نفسه صاحب فرقه المسحراتيه، واللي هو نفسه صاحب شركات كتيره جدا موجوده على ارض اسطنبول. وعندنا جلال عبد السميع، ده صاحب مصر العربيه.
وصاحب شركة اسمها نيو ميديا دلوقتي. وأنا عندي سؤال بسيط، أنا على فكرة طالع النهاردة بسأل يا جماعة، أنا طالع بسأل، ما حدش يزعل من السؤال. هتزعل؟ أوعى تزعل. ثلاث أسئلة: منين وإزاي وليه؟ منين الفلوس دي؟ جبتها منين؟ سمعنا كتير على أخينا أحمد زين وأخوه أسامة زين وشركاتهم اللي لا تعد ولا تحصى في اسطنبول وفي لندن، شركات اللي قدروا يحرروا فيها مصر بنقرة وضحضيرة، واللي قدروا يسقطوا بها الانقلاب بفرقة المسحراتي. ودلوقتي انت شايف ان انا مش من حق اسأل؟ ازاي مش من حق اسأل؟ ازاي مش من حق اسأل وانتوا هنا قاعدين في فيلل بالملايين، حمامات سباحة، ربين عربيات بمئات الالاف، وعندكم شركات وبزنس بملايين الملايين، في الوقت اللي فيه ستات بتبيع عفش البيت عشان تجيب مصاريف الزيارة بتاع ابنها في مصر. ازاي مش من حق اسأل وانا شايف ناس بتموت كل يوم، وشايف 100,000 معتقل، في الوقت اللي فيه واحد زي احمد زين واخوه اسامة زين بيشتروا براند مطاعم مشهور جدا بملايين في قلب اسطنبول، بالفلوس اللي المفترض كانت تخدم قضية الناس اللي بتموت ومعتقلة دي، بالفلوس اللي كانت على الأقل المفترض تروح لأسر المعتقلين عشان بدل ما يبيعوا عفش البيت يلاقوا مصاريف يقدروا يزوروا بيها أولادهم. وهنا كان لازم أتكلم، وهتكلم لحد آخر واحد فيهم، لحد ما أكشف كل المجموعة دي من أولهم لآخرهم. وزي ما قلت لكم أنا ما بخافش، أنا ما بتهددش، الثورة المصرية في خطر، والخطر بينطلق من أرض اسطنبول، والخطر اللي بينطلق من أرض اسطنبول مش هيتوقف بس تأثيره على مصر والثورة المصرية، بل بالعكس هيزيد تأثيره على تركيا بلدي التاني. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. عارفين العيال الصغيرة اللي موجودة في البيوت دلوقتي؟ عارفة إن كل القنوات اللي موجودة في تركيا مدعومة من قطر وممولة من قطر. ايه الأزمة؟ يعني ليه حضرتك كمذيع قاعد قدامه الغنيم عامل زي البت المستحية، وشوية هتبص في الأرض وتقول له عيب يا وائل، ويشتمك وتقول له عيب يا وائل، ما انت عارف ان قطر من مولاك، ليه ما بتقولش؟ حضرتك بتتكلم في قضية شعب وبتتكلم في أفكار حقيقية، ولا انت فاتح دي سبوبة؟ يعني فهمني. ليه يا جماعة بنتكلم لأن الوضع لو فضل على ما هو عليه مصر ممكن نقعد 40 سنة على كده، الإعلام المعارض قاعد بيهاتي بره، والإعلام المحسوب على السيسي قاعد بيطبل للسيسي جوه، وإحنا كشباب اللي بنتحرق في النص، اللي بنتباع في النص. ليه الإعلام بالمصري في الخارج فاشل؟ لأن حضرتك الإعلاميين الحقيقيين المهنيين قاعدين على القهاوي. انزل شيرين إيفلر هتلاقيهم قاعدين على القهاوي، لأن الناس اللي معاها دكتوراه في الإعلام هربت على اليونان ودخلت أوكرانيا متهربة ودخلت على أوروبا عشان تهرب من الجحيم اللي حاصل جوه اسطنبول. ناس مش لاقية تاكل يا جماعة، في ناس في اسطنبول مش لاقية تاكل يا جماعة. يرضي مين؟ يرضي مين يا شعب مصر؟ يرضي مين؟ انت عملت فيهم ايه؟ وانت، انا مش بكلم شخص، انا بكلم المنظومة، وبسأل الناس اللي هي بتدعم هذه المنظومة بأي شكل من الأشكال، انتوا عايزين كده؟ يعني الدعم القطري ولا الدعم التركي اللي بيحمينا؟ يا جماعة بصوا، انا عندي استعداد دلوقتي حالا اطلع على المطار انزل بمصر، لو هوصل من المطار انتوا عارفين انا هروح على فين، اروح مصر واموت في مصر او اتسجن في مصر اكرم لنا من اللي بيحصل في اسطنبول. مش انا من مصر ليه؟ مش انا من مصر عشان في ظلم؟ طب منظومة مصر كلها هنا، منظومة المصريين كلها هنا، كلها ظلم، كلها قرف قرف. مش هتكلم، خلوا اي حد تاني يتكلم. السؤال للداعم القطري: هل هذا ما ترجوه؟ هل هذه الناس انت شايفها وجوه صالحة لان تكون وجهة للمصريين؟ هل الناس دول بيمثلوا المصريين؟ هل انت عايز المعادلة تفضل مستمرة كده طول العمر للنهاية للأبد؟ خلاص قولوا لنا يا جماعة، قولوا لنا ناخد جنسية البلد هنا ولا ناخد جنسية أي بلد في أوروبا وروح نعيش حياتنا، نشتغل في أي حاجة بنفهمها،